وناس تعرف وبعض جيمرز اند جنتلمن، المزيد من لعبه هورايزون فوربيدن ويست او الغرب المحظور. معاكم احمد باجم قد فرغني وفيديو جديد، ونشوف الحلقه بتاعه النهارده حلبه القتال دي. اكيد انا عايز اعملها ضروري علشان اعرف البنفيتس اللي هتجيلي منها، اذا بقى هيبقى ابجريد في السلاح او في الزي لا لابسه تطوير او كده. خلينا نشوف ايه المكافئات اللي ممكن تجينا. ما تنسوش يا شباب اللايكات وتشتركوا مش مشتركين، وهيبقى نستأنف ولا لا. طيب تحدث مع الرجل يا فتى. يا فتاة جئت للتدرب، أعددت تدريبا جديدا في غيابك. أنا كنت جربت قبل كده التدريب في الأول يا جماعة، لطيف برا كده، دلوقتي بقى جرب تدريبات جديدة عشان إيه نخلص من القصة دي، لأن أنا اللي عرفته اللي كل مكان هروحه هيكون في حلبة قتال خاصة بيه، تدريبات جديدة ومهارات جديدة ومكافآت جديدة. فطبعا الحاجات دي ما بفوتهاش في اللعبة زي دي. يعني اللعبة يا جماعة دي غنية بطريقة مش عادية بالتفاصيل والمكافآت والسايد ميشنز والسايد كويستس والتحديات و و و. ان شاء الله شكلها هنستمتع مع بعض في تختيم هذه اللعبه. خلينا نشوف بقى العروض التعليميه. التدرب على مهارات الاشتباك ومجموعات الحركات المفتوحه في مقاطع تعليميه مركزه. ينبغي التغلب على المقاتلين الاخرين في تحدي موقوت لمواجهه سيد الحلبه. يمكن التدرب على مهارات الاشتباك ومجموعه الحركات المفتوحه بحريه ضد منافس متبرز. طبعا قريت الكلام ده غالبا في الاول. يعني تدريب وقت غير محدود. وقت غير محدود ازاي؟ يعني افضل العب للابد؟ يمكن تدرب على مهارات الاشتباك. لا مش عايز ابدا، انا عايز اجرب مثلا تحديات. انا عملت تدريب قبل كده، تعال نشوف تحديات. طيب محطم الصد R1 R1 R2. يلا ماشي. تعال عملتها؟ لا ما عملتهاش، جات واحدة زيادة. هيا إن واصل خطر الصد تستخدمي ضربة ثقيلة لاختراقه. أما هذا من الخلف. اكتمل التحدي صح؟ هو ليه انا بدوس ورا بعض كده؟ المفروض بتتسجل يعني مش عارف. واحد ايوه ماشي اهي. تعال اهي دي تقريبا. واحده كمان. صح كده؟ اختاري الضربه لاختراقه. بس يلا خلاص يلا. بيرغي قوي اللي جنبي ده. المهلة الزمنية دقيقة، الوقت المنصرم 52 ثانية. اكمال التحديات في حلبة القتال لفتح تحدي سيد الحلبة. متابعة نكمل بقى. طب دلوقتي انا عندي رقم 2. المهلة الزمنية دقيقة و20 ثانية. هزيمة الخصم بالتفجير الرنان، يستخدم هذا الاسلوب في هجمات اشتباك. ماشي. التفجير الرنان ده اللي هو اديله كتير لحد ما يطلع لي لمبة في الرمح بتاعي، وبعد كده اللمبة دي بتروح له وبديها سهم تنفجر فيه. نبدأ التحدي. يلا الروسي سيدمر الكره. الضربات ستفتح الامور. ثم اضربي خصمك بضربه ثقيله لتدمير درعه. خد دي بقى، خد دي. سيمنحك الرمح الافضليه. اشحنيه ثم اشحني الاعداء. بس خلاص سيساعدك تنشيط الانفجارات على التدمير. اكتمل التحدي. 22 ثانيه. عظيم والله. ماشي متابعه. ده تحدي سيد الحلبة بقى. تعالى يا عم سيد الحلبة في دقيقتين باللظاليز اللي عندك دي. ايه ده؟ ليه وقفت؟ ليه؟ خد دي. انني لو يا فتى يا سيد. كيف اكتسبت شهرتك؟ صديق لي عن شخص كانه حقا.
أرى كيف اكتسبت سلسلة. هدي بقى هدي. لا تهدي في دراعه بقى. اختي استسلم. أيوة كده. استسلم. جبته؟ استسلم. جبته في قد ايه؟ احسنتي القتال. احسنتي. اكيد طبعا. انا استحق هذا لمواجهتي منقذة ميريديان. متواضع والله يا مكافأة. شيء بسيط للبطلة الجديدة. أبو تعرف بديها ايه ولا هم بدوها ايه؟ لا للغيبة. عودي عندما ترغبين في النزال. لما تحب تفشخ حد بتاعي. وقت منصرم 24 ثانية. طب كويس والله. جمجمة سليمة. طب احنا كده خلصنا بقى العروض التعليمية التدابع مهات اشتباك. انا مش عايز عروض تعليمية بصراحة. انا خلصتها اعتقد. انا كده قديت واجبي وزيادة. يكفي على ما اظن. حظا موفقا. طيب خلصت بقى دلوقتي شرداف معدنية. خدت قفاز التشريح القاطع عدسة الكرباك المنقض موقع غير معروف في مكانها دي. بص يا جماعة انا طبعا مش هاجي ورا الكلام ده. دي مفروض موقع تشارجر قابل لانتطاء سلك مضفر. انا محتاج سلك مضفر ممكن في اي تشارجر في منطقة التشارجرز يعني. وده هنا جعبة اسهم الصياد فراء الراكون. المفروض اصطاد راكون من هنا. وده مكان غير معروف. انا مش هستقل زي ما قلت لكم الحاجات دي غالبا هعدي عليها في لايف ستريم او بيها في لايف ستريم. خلينا نروح اراضي صيد يا جماعه. مكان لسه فتحتوش اهو. ده يعني غالبا هيكون فيه حاجات لطيفه وتحديات لذيذه فممكن نبقى نعملها في السريع زي اراضي الصيد بتاعت الجزء الاول وبناخد منها هدايا كويسه يعني. ويلا بينا اشوفكم هناك. اراضي صيد وادي الرعب. اراضي صيد مستوى 5. اعادة كارزا فتح اراضي صيد في جنوب شينسكريب. هناك يمكن الجنود الصيادين لحد سواء اختبار مهاراتهم ضد الروبوتات. نختبر مهاراتنا يا جماعة ونجيب اعلى تصنيف. طبعا ده مكان جديد نعمل فيه حفظ سريع ونكلم الراجل بقى وايه ونشوف انواع الاختبارات. سأتولى هذا ثورلس. اذا قررت زيارة اراضي الصيد مناسب لك. إزفاد هنا ولديه اختبارات لكي يتمكن الواعدون من اختبار مهارات الصيد أو كما يقول التيناكث استحق أشرطتي. ظننت أراضي الصيد لكارجا. التيناكث معهم مثيلها في الغرب. إن سألت الكارجا سيدعون أن الغرب قلد مملكة الشمس. حسناً. استخدم التيناكث هذا المكان بعد أن طردوا الكارجا من المنطقة. حتى أنهم تركوا عملات كانوا قد وزعوها على من كسبوا أشرطة. انظر ميداليات تخص الكارجا. غنائم حد. سمعت بإمكانية مقايضتها في أراضي التيناكث. أمر مريع كانت الكارجا أثناء الغارات الحمراء. بالتفكير في الأمر لو ستتحرك غربا إزفاد سيعطيك بعضها لو فزت بالأشرطة. ربما تستفيدين منها هناك. شكرا. أوه وإن لعبت باجتياح أحدهم لديه قطع لمقايضتها. إن احتجت شيئاً للاختبارات أخبريني فلدي سلع لك بالتأكيد. بالتوفيق. باجتياح. عجبتني كلمة باجتياح دي. في تجارة. طيب أنا قبل ما نتاجر نشوف إحنا نقدر نعدي الحاجات دي ولا لأ. إذا أردت ميداليات تقدرها التيناك ستجدينها هنا. أوه فلتأخذي هذه لو ستستخدمينها. تقديراً مني لإنقاذك ثورلس. أراضي الصيد وادي الرعب. يعرف كل جنود الكارجا أن الشمس تغرب عن غير مستعدين. جهزت هذه الأراضي صيادها منذ زمن طويل لمواجهة الروبوتات الشرسة التي تجوب الحد غربي. الدروس المستفادة من الاختبارات الموجودة هنا مهمة للنجاة في الغرب المحظور بدءا من الإطاحة بأجزاء الروبوتات حتى استخدام داخلة الصاق والأسلحة بمهارة. نعملها. اختبار تمزيق. اختبار الصاق. تقريبا ما معيش حاجات للتمزيق. ده مفروض مكافأة ربع أشرطة كبيرة نصف أشرطة كبيرة أشرطة كاملة. الحصول على كل أربعة الأشرطة في كل الاختبارات. طيب نجرب. اختبار التمزيق إصابة خلايا الطاقة الاستغلالي ونهبها. خلايا الطاقة. نصائح حارس الأرض استخدام مصلات لوسم خلايا الطاقة.
استخدام الأسلحة الداخلية تلحق الضرر والتمزيق وإزالة المكونات، استخدام قوس المحارب الصاعق أو قذف الفخاخ الصاعق لوضع الروبوت في حالة صاعق وشل حركته، ويمكن عندها تمزيق الأجزاء بسهولة أكبر. يمكن استخدام موارد مكتسبة عند نهب الخلايا الطاقة لصنع ذخيرة صاعق. عندما يموت الروبوت لم يعد بالإمكان إطلاق النار على مكوناته. ماشي، نبدأ الاختبار. بس أنا معيش حاجة للصاعق يا جماعة أو التمزيق. احنا محتاجين ناخد خلية الطاقة بتاعته بس كده نضربها. اوكي، هو عايز كام دقيقة بقى؟ عايز دقيقة ونص اشرطة كاملة. هنجرب كده. كل شيء جاهز، استخدم الحبال للقفز. لأجد مثلا لتعلم تجاوز ذلك. تعالى كده. هدي هدي بسرعة هدي بسرعة. علي اكتشاف المزيد من القطع التي احتاج اليها. بس خلصنا، مش لازم موتهم بقى. نطلع بقى ايه، نهرب نهبق. تعالى يا كابتن. انا خلاص طفقت. ايه هذه لك يا مدير. خلاص طفقت قد ايه؟ 51 ثانية. الوقت منصرم. طب ايه، انا كده كويس ولا ايه؟ انا نسيت دي كانت عايزة قد ايه. ماشي، مكافآت زي الفل. متابعة اقل من دقيقة ونص زي الفل. اشرطة كاملة، خدت اشرطة كاملة. طيب نروح الاختبار اللي بعده. ده بيعمل ايه بقى؟ صعق روبوتات بالقرب من الاستغلالي عن طريق تجاوز خلية الطاقة باستخدام ذخيرة الصعق. سيؤدي إصابة خلية الطاقة بذخيرة الصاعق إلى وقوع انفجار متأخر، وسيصعق الروبوتات ضمن النطاق. استخدم قوس المحارب الصاعق لإصابة خلية الطاقة. قوس المحارب الصاعق، أنا معيش قوس محارب صاعق. الاستغلالي وزيادة حمولتها بالقرب من الروبوتات الأخرى. يجب استخدام ذخيرة الصاعق على الروبوت لتكوين حالة صاعق وشل حركته. يمكن عندها تمزيق الأجزاء بسهولة أكبر. برضو نفس الكلام. لا يفوت أوان ممارسة مهاراتك. ده حبايب، معيش غير المصيادة بس، مصيادة الصاعق بس. طب دي ينفع اطورها؟ يعني لو انا رحت دخلت في المهارات، لا مش المهارات، في المخزون، نختار واحد فيه صاعق. فين؟ انا شاري اسلحة كتير يعني. صاعق مفيش. مصيادة، في ده ممكن اخده مكان حاجة. قوس المحارب الصاعق، تعالى نجهزه، نحطه مكان ايه بقى؟ الجليدي. تعالى نحطه مكان الجليدي دلوقتي. محتاجين نعبيه. طيب اراضي الصيد هو متعبي اوريدي. ده بيضرب ازاي ده؟ وقت التدرب يا منقذة، أعلميني بما تحتاجينه. ده صاعق روبوت بقرب استغلاله عن طريق تجاوز خلية الطاقة باستخدام ذخيرة الصاعق. ماشي، تعال. عندي لوقات 3 دقايق. تعال نجرب. سأستكشف المزيد من كل شيء جاهز. استخدم الحبال للقفز. يلا. ايه ده، ما ماتش؟
فودي يموت. ايه يا عم الحاج؟ مش حد قادر عليك ولا ايه؟ ايه خلاص؟ التلاتة مع بعض يا عيني يا عيني. بس يا رب جبتها في الوقت المناسب ولا لا؟ ابليت حسنا ولم اتوقع العكس، والان خذي مكافأتك. مكافأة مستحقة. أبليت حسنا. أشرطة كاملة يا عيني. طيب مطالبة بمكافآت. ماشي ماشي ماشي. أشرطة كاملة. كده كله زي الفل. متابعة. شوف اللي بعده بقى. اختبار الصعق. عملته في قد إيه أنا؟ يعني بيكتب فين؟ هو المفروض ما عديش 3 دقايق. بس هو ماشي، أنا عملت قد إيه؟ هبعرف لما اعيد الفيديو ان شاء الله في المونتاج. anyway هروح اللي بعده. ده اختبار الصعق والفخ. ده استخدام الفخاخ البيئيه التي وضعت على الاراضي لقتل الروبوتات في حاله الصعق، يعني اصعقها واوقع عليها ال طيب تعال نجرب كده. نبدا الاختبار. اقفزي بالحبال لبدء الاختبار. دي عايزه ده المصياده، دي محتاجة لها. روح هناك في الحتة اللي فيها بتاع المعلقة دي او تحت دي، يعني اي واحدة من دول. طيب نروح من انهي بقى؟ ايه الطريق المفتوح؟ ممكن دي كمان. تعالى يا باشا نجيب له حجر نجيبه هنا. تعالى يا باشا. لا تعالى. ايوه انا جاهز بقى الرمح بتاعنا بسرعة. ادي واحد يا عيني. اثنين كمان. هدى بسرعة. نجهز واحد هنا. طيب تعالى هنا انت تعالى. ايوه بسرعة بقى بسرعة بسرعة بسرعة. اضرب. ادي التاني. تالي بقى. تربي بسرعة تربي بسرعة تربي بسرعة. هدي. فين فين فين؟ هنا. لا 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 عملتها خلاص دي. تعال. ابعد عني. تعالوا لي بقى بسرعة كده. انجز. يا ابني لا مش وقتك بقى. اخس ما جاتش عليه ما جاتش عليه. طب نجيب مصيدة اخيرة هنا. تعالى يا باشا. ايوه ايه خلصت ايه بقى؟ ايه خلاص كامل ولا مش كامل؟ هنشوف. انا ما كنتش شايف العد بصراحه، مش واخد بالي منه خالص. انا مش عارف مكتوب فين، يعني نفسي اعرف. نجحت بالتحدي. انا مندهش. مندهش فعلا؟ هذه لك يا منقذه.
اوه ربع ونص وقصته كامله يا عيني، مكافآت كتير وبتاع، بس برضه مقاليش انا عملت قد ايه. ماشي، واضح ان انا اخدت مكافآت كتير يا جماعه. دلوقتي بدل الاختبار خلاص خلصت، اكتمل ربع ونص وقصته كامله خلصتها. هو كان عايز 3 دقايق صح؟ اقل حاجه 3 دقايق، انا مش عارف عملتها في قد ايه برضو، يعني مش عارف يعني. مفيش عندك ليستة انا اكتملت في قد ايه؟ الوقت منصرم، مش كاتبين لي الوقت منصرم يا جماعه؟ معلومات؟ مفيش وقت منصرم. anyway اعتقد ده كده خلصتهم كلهم بتهيألي يعني. تم فتح صفقة السموات الطائر العصفي وجالي تروفي كمان. طبعا يا جماعه انا شايف ان انا كده اكون اكتفيت بنهايه الفيديو وخلاص، احنا كده عملنا حلبة القتال وعملنا اراضي الصيد وخلصناها بسلام، ورب الكوسه بتاعته بالمشاهده ويكون فيديو مفيد للناس اللي بتلعب هورايزون فوربيدن ويست، الطريقه المثلى لتجاوز اراضي الصيد اللي هم يجيبوا الاشرطه بالكامل. كان معاكم احمد بهجت جيمرز جنتلمان، واشوفكم المشن اللي جايه والفيديو اللي جاي، وغالبا هيكون مهمه اساسيه في القصه. ومع السلامه.